مرحبا بكم الناس الكل. يسري بوعلي هو حكم نهائي كاس تونس نسخة فرحات حشاد بين مستقبل مرسى ونادي سويقسي. بوعلي ساعدوه وائل حناشي وهدى عافين حكمة باش تكون غدوة مع يسري بوعلي. وليد جريدي حكم رابع، محمد علي سليني وعبدالله درعي يراقبوا المقابلة، هيثم جيرات في الفار ويساعدوا يوسف الجامي. دونك خليني ذكر يسري بوعلي هو حكم مقابلة الفينال بين مرسى والساس، هيثم جيرات الحكام اللي بيش يكون في غرفة الفار. نحكي تنس اليوس اوبن دورة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، وأونس جابر تلعب بعد ساعتين تقريبا مقابلة الدور نصف نهائي ضد الفرنسية كارولينا غارسيا المصنفة 17 عالميا. إن شاء الله بالتوفيق لأونس جابر اللي واجهت نفس اللعبة مرتين سابقا، وفي المرتين كان الربح من نصيب أونس جابر. إن شاء الله المرة الثالثة تكون ثابتة وأونس تترشح هكا الفينال يوس اوبن. لاعبية الاتحاد المنستيري عملوا اليوم أول حصة تدريبية في رواندا، وين يلعبوا مقابلة ذهاب دورة تمهيدي لول في رابطة الأبطال الأفريقية ضد الجيش الرواندي نهار السبت القادم. أوزي مارتينيز مهاجم إنيغو رانجيرس النيجيري في اتحاد تطاوين، الاتفاق صار وغدوة الملاعبي يوصل لتونس لإتمام بقية إجراءات التعاقد. جراهام بوتر يعوض توماس توخيل على رأس تشيلسي. بوتر اللي بدأ كاريره كمدير فني في كرة القدم النسائية كانت له بعض التجارب مع سوانزي وبرايتون، يتعاقد كما قلنا مع نادي تشيلسي لمدة زوز مواسم. نحكي هوند قرعة البطولة العربية 37 اللي تتلعب في تونس، وقوة وأهمية البطولة العربية ذي رقم 37 إنها مؤهلة للسوبر جلوب. دونك الترجي ونادي الفريقي يشاركوا في الكومبيتيسيون ذي. نادي الفريقي جاء في المجموعة الأولى مع ملس كيكدا الجزائري، السلمية الكويتي والشرق الإماراتي، والترجي في المجموعة الثانية مع نادي الكويت مولودية الجزائر والزمالك المصري. دونك التورنوا ذي بين 17 و27 سبتمبر. أوروبا ليغا أهم النتائج الحاصلة ليلة، نبدأ بمانشستر يونايتد اللي خسر مع ريال سوسيداد 1-0، كيف كيف براغا ربح عن ديبلاسمون مالمو 2-0، بيتي سيفي ربح هيلسنكي 2-1، لايس روم خسر مع الفريق البلغاري لودوغوريتس 2-1، فينرباتشي ربح دينامو كييف 2-1. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaikfm.net.